Report speech الكلام المنقول. إذا لنقل الجملة في اللغة الإنجليزية لابد من مراعاة الأمور التالية. أولا، أو الأمور هي مرتبة، يعني أول شيء the tense الزمن مثل ما أنكم لاحظين. أهم شيء أنا بدي وقت بدي أنقل الجملة بمعنى آخر بدي في أمور بدها تتغير مثل ما شفتوا. أوكي، أول شيء الزمن، في عندي أنا زمنين فقط، present simple حاضر بسيط و present continuous حاضر مستمر. إذا كان زمن الجملة simple present simple حاضر بسيط بسيط فإجباري بتحول للباست سمبل، أوكي، للماضي البسيط. أما إذا كان present continuous حاضر عفوا present continuous حاضر مستمر فيتحول إلى إيش؟ إلى باست continuous إلى ماضي مستمر. الأمر الثالث هلأ ثلاثة possessive adjectives صفات التملك possessive adjectives. My لي تتحول إلى his أو her أو its له لها أو لغير العاقل. الأول لنا تتحول إلى their، إذن هاي بالنسبة لصفات تملك. أوكي، في عنا بالنسبة لضمائر المفعول به، ضمائر المفعول به object pronouns، ضمائر المفعول به رح يرد عنا بعض ضمائر المفعول به مثل المي والأس. المي تتحول إلى him أو her أو it، والأس لنا تتحول إلى them هم. أخيرا الظروف خمسة، الظروف يعني ظرف اللي هو this هذا، تمام، فيتحول إلى ذات إلى ذلك. أوكي، ملاحظة أخيرة، لنقل الجمل لابد من استخدام الفعلين said أو told، said قال و told أخبر، تمام. هذا هو الكلام المنقول في اللغة الإنجليزية. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار شيء اللي حكيناه؟ لا أستاذ، لا أستاذ، تمام، يعطيك العافية. طيب ناخذ امثله، خلينا ناخذ مثال امثله عن الكلام. اوكي، هذا الشيء. الصوره الاولى، مين بيقرا لنا الصوره الاولى؟ يس. نعم استاذ. يس. نعم استاذ. نعم استاذ. اللي ما شارك رند، تفضلي رند. يس رند. فاطمه، I want to go skiing this winter. Yes. Fatmi said that she wanted to go skiing that winter. Very good, excellent. طيب لو أخذنا السؤال الأولى، لاحظوا فاطمة شو عم تقول؟ I want to go skiing this winter. أنا أريد أن أذهب إلى التزلج هذا الشتاء. بالكلام نقول شو قلنا؟ فاطمة said، فاطمة قالت ذات بأن، هلا ذات حطيناها وما حطيناها ما في مشكلة. That she wanted، بأنها أرادت. أوكي؟ الاي تحولت لشي، الاي تحولت لشي، والوانت يريد تحول لوانتد ماضي. تو جو سكينج، ان تذهب للتزلج، ذات وينتر ذلك الشتاء. اوكي، عرفنا شو عم بيصير هلا طلابي؟ تغيير الجمله العاديه الى كلام منقول. ايه تمام استاذ. طيب تمام استاذ. الجمله الثانيه، يس الجمله الثانيه. إسراء جلول، تفضل إسراء جلول، تفضل. يس بليز بليز. أوكي غزالة، تفضلي غزالة. أستاذ، أستاذ علي، we are having a picnic on Friday. تمام Friday. Alice said that they were having a picnic on Friday. ممتاز، excellent. إذا المثال الثاني شو بيقول علي؟ علي we are having a picnic، يعني نحن نقوم بنزهة. We are having، هذا شو هذا الزمن هذا؟ We are having a picnic on Friday. نحن نقوم بنزهة يوم الجمعة. حاضر مستمر. أستاذ الحاضر المستمر. حاضر مستمر. تمام. Present continuous. حاضر مستمر. طيب. وقت بدنا ننقل الجملة، وقت نقلناها شو قلنا؟ علي said. علي قال they were having. الوي تحولت لشو؟ للذي. والار having صارت were having. يعني الحاضر المستمر تحول للماضي المستمر. للماضي المستمر. تمام. were having، إذن هم قالوا بأنهم، علي قال بأنهم كانوا يقومون بنزهة on Friday يوم الجمعة.
تمام؟ تمام أستاذ.